طلابنا حول العالم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن إنه يوم الجمعة، أريد أن أذهب إلى أكبر مسجد في مدينتي لأداء صلاة الجمعة. لأداء صلاة الجمعة. أرتدي قميصاً وقلنسوة. يجب عليك ارتداء الكمامة قبل ذهابي إلى المسجد. قبل الذهاب أرتدي كمامة. هذا عطر. عطر. سأستعمله. سأستعمله. أستعمل عطر. أستعمل. وقد أعددت خوذة وسجادة ونظارة. أركب درجات نارية، الشارع غير مزدحم. الآن الشارع مزدحم قليلا. الآن أنا قريب من المسجد. قريب من المسجد. الحمد لله، لقد وصلت إلى المسجد. انظروا هناك، ما شاء الله، المسجد كبير وجميل وواسع. هذا موقف درجات النارية. يجب عليكم ارتداء كمامة قبل الدخول إلى المسجد. أضع نعلي في رف الأحذية. أضع نعلي في رف الأحذية. سأتوضأ في مكان الوضوء. يجب عليكم قياس درجات الحرارة قبل الدخول. هذا دعاء دخول إلى المسجد. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. الآن أنا في المسجد. صليت صلاة تحية المسجد. صليت. لقد صليت صلاة الجمعة. لقد صليت. انظروا هناك، تلك ساعة المسجد الإلكترونية. الآن الساعة الواحدة وثمانية دقائق نهار. انظروا إلى النص. مرحبا بكم في مسجد مدينة الإيمان بالغ بابان. انظروا هناك، في المسجد ثلاثة طوابق. ثلاثة. الآن سأرجع إلى بيتي. سأرجع. هذا مني، إن شاء الله أريد أن أصنع فيديو آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.